من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. بقوة تضرب المقاومة الإسلامية في الجنوب، 17 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا اليوم في الاشتباكات مع المقاومين على الحدود. لغة القتال هي السائدة الآن، يغطي المشهد الميداني على غيره. هكذا تريد إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة. لا تريد من جلسات المفاوضات إلا الجلسات. مارس الأمريكي المراوغة على مدى عام مع غزة، والآن بشأن لبنان يبدو أنه يكرر السيناريو نفسه والجمل الشهيرة نفسها. نبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونؤكد دعمنا المطلق لإسرائيل، لكن هل ستبقى المساعي السياسية على هذا المستوى، خصوصا بعد الضربة الإيرانية والتهديد الإسرائيلي بالرد؟ المنطقة بكاملها تغلي على براميل من بارود، ونتنياهو يتحين هذه الفرصة للذهاب في الحرب بعيدا. فهل هذا ما تريده واشنطن؟ ما هو الموقف الروسي من تطورات الوضع في الشرق الأوسط؟ وكيف تنظر بروكسل لهذا المشهد المشتعل في المنطقة؟ مشاهدينا، في هذا الجزء من هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين سنبدأ في هذه التغطية مع الزميلة نسرين سلمي، على أن ينضم إلينا تباعا نزار عبود وعلي جزيني وأيضا بقية الضيوف لنناقش مجمل هذه التطورات. ولكن البداية من الضفة الغربية، لأنه في طول كرم للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية تستخدم إسرائيل الطائرات الحربية لقصف أحد المنازل في طول كرم. عن هذا الموضوع نسأل عن التفاصيل مع الزميلة نسرين سلمي. تفضلي نسرين. نعم عبد الرحمن، ما جرى في مخيم طول كرم هو عبارة عن مجزرة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صاروخ من طائرة حربية استهدفت أحد المقاهي في داخل حارة السوالم، ما بين حارة السوالم وحارة الحمام في مخيم طول كرم. الصاروخ قصف مقهى، كل من في المقهى بحسب شهود عيان أصيبوا نتيجة هذا الصاروخ. هناك حتى هذه اللحظة 14 شهيد دم بحسب ما أعلنت الصحة الفلسطينية. أشلاء الشهداء يقوم الأهالي بتجميعها في كراتين في هذه الأثناء ويقوموا بنقلها إلى المشفى، ويتم استخدام أيضا الجرافات لإزالة الركام نتيجة هذا الصاروخ الذي استهدف المقهى. وحتى هذه اللحظة لا يزال هناك جهود من أجل إزالة جثامين الشهداء، أشلائهم التي تناثرت في كل مكان نتيجة القصف. المخيم مكان ضيق وصغير وهو مقهى، ويتواجد فيه عدد كبير كان من المواطنين. كما أشرت، حتى اللحظة الحديث كان في البداية يدور عن 3 شهداء، ثم ارتفع إلى 5 ثم إلى 10، والآن يدور الحديث عن 14 شهيدا كما أكدت الصحة الفلسطينية. الوضع محزن جدا في المخيم، الأهالي في حالة من الغضب. الدعوات من أجل المساعدة في إزالة ركام المنزل المستهدف وإزالة أشياء الشهداء المتناثرة ونقلها إلى المشافي. الغارة جاءت يعني بشكل مفاجئ دون أي تنبيه، دون أي إنذارات في المنطقة، في منطقة طول كرم. الحديث يدور عن اغتيال قائد كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس. حسب المعلومات الأولية أنه هو من كان مستهدف في هذه الغارة التي أدت أيضا إلى التقاء عدد من الشهداء، وصل حتى هذه اللحظة إلى 14 شهيدا. طبعا هذه الغارة تتزامن مع إجراءات عسكرية مشددة تفرضها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، من حيث إجراءات مركزة على الحواجز العسكرية تقوم خلالها في هذين اليومين تحديدا بإغلاق كافة مناطق الضفة الغربية واقتحام متزايد للمدن والقرى الفلسطينية، وحملات اعتقال واسعة لتشمل عشرات المواطنين. عشية الأعياد الإسرائيلية كان حملات اعتقالات واسعة طالت اليوم فقط 25 فلسطينيا، وفي الأيام الماضية طالت العشرات أيضا ليرتفع عدد الشهداء، عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 11,000 أسير، يضاف إليهم من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية ليزيد العدد عن أكثر من 100 أسير خلال الأيام القبيلة الماضية نتيجة حملات الاقتحام والمداهمة التي تمثلها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. إذن مشاهدينا، نحن أمام استنساخ نفس المشهد.
في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، عبر استهداف المدنيين بهذا الشكل بالطائرات الحربية. كما ذكرت زميلة نسرين سلمي، نتحدث عن مجزرة في طول كرم، هناك أكثر من 10 شهداء. هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل الطائرات الحربية للقصف بهذا الشكل منذ الانتفاضة الثانية. الزميلة نسرين سلمي، نشكرك حتى هذه اللحظة على أن نعود إليك فور ورود أي جديد وأي تفاصيل جديدة. بطبيعة الحال ستكون معنا في تغطيات لاحقة. الآن مشاهدين، بيان جديد من المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن فيه عن استهداف منطقة الثغرة وخلت الخنافر في خراج بلدة العديسي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية، وهذا يأتي في سياق المواجهات الملحمية الدائرة مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية. نزار عبود، مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة من نيويورك، أهلا بك معنا. محل الميادين لشؤون الأمن القومي علي الجزيني، أهلا بك معنا. أبدأ معك نزار، بالرغم من هذه المجازر المتكررة وآخر هذه المجازر في الضفة الغربية، لأنه مجموعة السبع كان لافت أنها دعت إيران إلى وقف زعزعة الاستقرار في المنطقة، ما أبرز ما جاء في هذا الاجتماع ومضامين هذا الاجتماع؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هذا الاجتماع طبعا كان سبقه اجتماع أمس، تحدث دانا الضربة الإيرانية رد على الجرائم الإسرائيلية، وبالتالي مجموعة السبع تتضافر مع بعضها في موقف يتماهى كثيرا مع الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة وكما عبر بايدن شخصيا أنها راضية عن دخول إسرائيلي إلى لبنان، هي راضية عن التوغل، وكان هناك طبعا نداءات على أن حزب الله يجب أن ينسحب من جنوب الليطاني وأن يمتثل، وهناك طبعا رغبة أمريكية كبيرة ورغبة أوروبية وعلى وإجماع على ضرورة أن يكون هناك فصل. اسمح لي نزار فقط نشير مشاهدينا إلى أنه الآن هناك على ما يبدو أصوات غارات على ضاحية بيروت الجنوبية. إذن استمعنا قبل لحظات من الآن، ثواني قليلة، إلى أصوات غارات على ضاحية بيروت الجنوبية. كان هناك تحذير من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لإحدى المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، تحديدا برج البراجنة، وتم وضع بعض النقاط التي ستقوم المقاتلات الإسرائيلية بقصفها، وعلى ما يبدو قد يكون هذا القصف بعد هذا التحذير الذي لم يمضي عليه أكثر من 10 دقائق على ما أعتقد مشاهدينا، لتحصل هذه الغارات في هذه الأثناء على ضاحية بيروت الجنوبية. بالعودة إليك نزار، عذرا على المقاطعة، تفضل. المواقف الغربية جميعها طبعا تشعر على أنها عاجزة عن الوقوف في وجه إسرائيل، عاجزة عن تطويع أو جلب إسرائيل لأن تكون شريكة في السلام. إسرائيل قالتها بصريح العبارة أمس في مجلس الأمن الدولي أنها لا تعتبر أي خطط أممية، هي ساوت بين محور المقاومة وبين النازية في ألمانيا، وقالت لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف على بشكل ينظر بعين المساواة إلى الحلف النازي مقابل الحلف الغربي. نحن جزء من هذا الحلف، وبالتالي على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي أن يقف بأسره مع إسرائيل، لأن إسرائيل تقف إلى جانب الحلف الغربي. هذه المعايير المستخدمة حتى بالنسبة لمجموعة السبع التي ترى دائما بعين واحدة أن إسرائيل يجب الحفاظ عليها، بالرغم من أن مجموعة السبع التي تدعو إلى حل الدولتين لوقف إطلاق نار، إلا أنها في نفس الوقت تعلم على أن إسرائيل ترفض هذا الحل جذريا وتعمل من أجل إجهاضه بكل الوسائل بكل ما أوتيت. هناك طبعا مقال في واشنطن بوست صدر قبل قليل يتحدث عن المعجزات التي تواجهها إدارة بايدن في التعامل مع نتنياهو. كلما حاولت إدارة بايدن أن تؤثر لإيجاد حل أو وقف إطلاق النار أو جعل إسرائيل تراعي القضايا الإنسانية تحترم القانون الدولي، كلما تمعن إسرائيل في القتل وإثارة أزمات جديدة باغتيالات أو بتفجيرات أو بتوسيع دائرة الصراع. إدارة بايدن منذ البداية قالت لا نريد أن يتسع الصراع، لكن في الحقيقة إسرائيل عملت على توسيعه في كل فصل من فصوله، وأخيرا هي تريد أن يدخل العالم كله دعما لها وعلى رأسها طبعا مجموعة السبع والدول الغربية. هناك موقف مغاير من قبل فرنسا، ها
هذا كون فرنسا طبعا لديها قوات عاملة في جنوب لبنان، قوات اليونيفيل هذه في أغلبيتها ساحقة أوروبية، وبالتالي هي تشعر بخطر عليها. ولاحظنا طبعا أن قوات اليونيفيل التي طلبت منها إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط أو معظم النقاط على الحدود، إلا أن قوات اليونيفيل بعد التشاور مع الدول المساهمة رفضت الانسحاب من تلك المواقع وأصرت على بقائها. هذا ضمن السياسة من أجل إبقاء مجال الحل على أساس تطبيق القرار 1701، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد حتى تطبيق القرار هذا، هي تريد نزع سلاح المقاومة وتصر عليه، وإن كانت حتى الآن هي فاشلة، لكن حتى يثبت ذلك الفشل هي تبقى تراهن على أن قوتها العسكرية المدعومة كليا من الغرب سوف تستمر في التدفق على إسرائيل، وإسرائيل تستطيع إرغام الغرب على دعمها بغض النظر، لأنها تعتبر أن العدو مشترك والغرب لا يسعه أن يرى محور المقاومة منتصرا في هذه الحالة. وأيضا سنعود إلى ساحة المقاومة وساحة المواجهة بما أعلنه أحد ضباط الميدانيين في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. هنا سأسألك علي جزيني، كنا تحدثنا في وقت سابق عن موضوع العبوات الناسفة في إحدى التغطيات، أحد ضباط الميدانيين في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، أشكرك نزار عبود مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة على وجودك معنا في هذه التغطية. في موضوع العبوات الناسفة علي، يقول أحد الضباط الميدانيين: العبوات التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في إخراج بلدتي مارون الراس ويارون، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابط وجندي، هي عبوات زرعت حديثا بناء لرصد ومتابعة المجاهدين لتحركات العدو، وبعضها زرع في الساعات الأخيرة قبل التفجير. ويضيف: مجاهدو المقاومة تمكنوا من زرع هذه العبوات في مسارات تقدم محتملة لجنود النخبة في جيش العدو قبالة الحدود اللبنانية الفلسطينية، في خضم استنفار وتحشدات قوات العدو في مواقعه وثكناته العسكرية المقابلة، ووسط تحليق طائراته الاستطلاعية بكثافة في أجواء المنطقة. نحن أمام نقاط مهمة للغاية، أولا أن هذه العبوات زرعت حديثا، وثانيا أنه في ظل هذا الاستنفار الإسرائيلي الكبير خاصة على مستوى المعلومات عبر المسيرات، أي دلالات على المستوى العسكري يمكن الحديث عنها في هذا السياق؟ يعني يمكن الآن الاستقراء من خلال ما نشرت المقاومة الإسلامية أنها تمكنت يعني بهذه الطريقة من تجاوز طريقة العمل الإسرائيلية، أو يمكن أن نقول البروسيجر أو الأسلوب التسلسلي الذي يتم فيه كشف العبوات. يعني هي استفادت من دروس غزة. بشكل أساسي الإسرائيلي في غزة كان يلجأ لإقامة الأحزمة النارية مثلا لضرب العبوات الناسفة أو الأسلاك التي توصلها وما شاكل، ثم قد يلجأ يعني إلى مثلا الإتيان بالجرافات لجرف ومحاولة تفجير ما تبقى. الفكرة أنه في السنوات الماضية الإسرائيلي وصل لمرحلة يعني كان يحاول دراسة عبر الصورة، مثلا يمكن المسيرات أو أدوات أخرى للتصوير، ويحاول دراسة كل حجر بحجره، يعني عرفت عليه، على مدار سنوات، ومقارنة الصور حتى عبر الكل الحواسيب وأنظمة الذكاء الصناعي لمحاولة مثلا معرفة ما تغير في الصورة. هنا فكرة أنها يعني يذهب المقاومين ويزرعوا عبوات قبل ساعات أو قبل وقت قصير بناء على دراسة معينة لمكان تسرب الإسرائيليين وتقدمهم، يعني هذا أمر صعب جدا، خصوصا أنه تحت يعني طائرات الإصلاع وما شاكل، وهذا أمر يعني صعب الاكتشاف. ذلك أن يعني يمكن أن لا يمكن أن نسميه ببنك أهداف، ولكن العبوات المزروعة سابقا بالتأكيد يعني هناك ما تبقى منها، ولكن على ما أظن الإسرائيلي كان لديه وقت كبير لتفحص والدراسة، ومع هذه العبوات المزروعة حديثا لن يكون لديه هذا الوقت، يعني وهي لذلك سيكون تأثيرها مؤذيا جدا. يعني وأيضا مشاهدينا سنتطرق في سياق المواقف الحاصلة إلى ما أعلنت عنه مجموعة الدول السبع، حيث أعربت عن قلقها العميق إزاء التطورات الحاصلة في لبنان، وأيدت جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى صفقة شاملة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن. وكررت مجموعة السبع التزامها بأمن إسرائيل، وشددت على ضرورة توقف إيران عما وصفته بالأعمال المزعزعة على الاستقرار، وشجعت جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء لتهدئة التوترات الحالية، ودعت في بيانها إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة
والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن وزيادة المساعدات. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه المواقف أيضا معنا زميل موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف. إذا موسى، هذه المواقف من مجموعة الدول السبع، هل هي مواقف طبيعية في سياق دعم إسرائيل ودعوة إيران في المقابل بعدم زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهل كان يتوقع أن يكون الموقف غير ذلك؟ الموقف، موقف مجموعة السبع وموقف الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأوروبية والدول الغربية بشكل عام ما عدا الولايات المتحدة، تنطلق من مسألتين. المسألة الأولى هي الإعلان الدائم والمتواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل والدفاع عن النفس وما إلى هنالك، والموقف الآخر هو الخوف الفعلي لدى كل هذه المجموعة. إذا ما استثنينا الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا نحن نتحدث عن مجموعة السبع بلا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع المجموعة الأوروبية هناك خوف واضح من اندلاع حرب واسعة في منطقة الشرق الأوسط. على هذا الأساس نسمع الانتقادات من قبل الزعماء وقادة الاتحاد الأوروبي بشكل عام، تنتقد إيران على الهجوم الذي شنته على إسرائيل قبل أيام ردا على جرائم الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل، ولكن بطبيعة الحال هناك خوف من توسع الحرب، وخصوصا هناك خوف ورعب لدى الأوروبيين بشكل خاص من أن يخاطر بالفعل بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة بالدخول إلى لبنان. هناك تحذيرات واضحة من أن الحرب في لبنان لا يمكن أن تؤدي مصالح الحكومة الإسرائيلية أو مصالح إسرائيل، بل على العكس تماما. إذا ما رجعنا في التاريخ إلى تاريخ الحروب بين إسرائيل أو الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كانت كل هذه الاعتداءات حتى عندما تنجح عسكريا تنتهي بفشل. إذا ما عدنا إلى اجتياح العام 72، العام 82، حرب 93، حرب 96، وخاتمة هذه السلسلة من الاعتداءات في العام 2006، وهناك حديث واضح في الصحف والمقالات الأوروبية أو إعادة التذكير بتجربة العام 2006 بما حصل من هزيمة لإسرائيل. ويقال اليوم، في السابق طبعا لم نكن نسمع بهذا الموقف من قبل الدول الأوروبية أو المعلقين الأوروبيين بأن هناك هزيمة لدى إسرائيل، ولكن اليوم يعاد التذكير بهذه المسألة. هذا للتحذير، لتحذير بنيامين نتنياهو من أن الحرب في لبنان لن تكون نزهة، لن تكون كما يعني يجري حاليا في حرب التدمير والإبادة الجماعية في غزة، إنما هناك صعوبة كبيرة على الجيش الإسرائيلي في الحرب وفي المواجهة المباشرة بشكل خاص. هناك أيضا نقطة أساسية يجب التوقف عندها، وهي أن اللهجة الأوروبية أو الموقف الأوروبي بدأ يتغير منذ الهجوم الإيراني على إسرائيل. هذا الموقف بعد اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله قيام إسرائيل بهذه الجريمة، رأينا هنا في أوروبا حتى تعليقات في الصحف بأن المقاومة انتهت، بأن حزب الله انتهى، بأن كل شيء بات اليوم بيد إسرائيل، وهي التي ستفرض مشيئتها على ليس على لبنان فقط إنما على المنطقة، إعادة هيكلة الشرق الأوسط. ولكن اليوم بتنا في مكان آخر، بتنا ندعو إلى وقف التصعيد، بتنا ندعو إسرائيل إلى التعقل بعدم الهجوم على لبنان أو شن هجوم واسع على لبنان. هذه المسألة لم تكن موجودة قبل أيام قليلة، لذلك عندما نتحدث أو يتحدث الأوروبيون عن ضرورة غارة جديدة الآن موسى على ضاحية بيروت الجنوبية، اعذرني على المقاطعة فقط لنشير إلى هذه النقطة، هذه الغارة الثالثة في غضون دقائق قليلة على ضاحية بيروت الجنوبية. تفضل موسى، عذرا على المقاطعة. نعم، الأولوية للميدان والحمد لله على سلامة الجميع إن شاء الله. إذن عندما يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أو بعد ساعات قليلة من قيام إسرائيل بجريمة اغتيال السيد حسن نصر الله، بيقول لإسرائيل لبنيامين نتنياهو حذار من أن تتوجه في البر إلى لبنان، هذه المسألة لن تكون سيكون لها تداعيات ضخمة على الإقليم. هناك تخوف اليوم من قدرة بنيامين نتنياهو ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية على شن هذه الحرب في الميدان اللبناني، وأن تتوسع هذه المسألة لتشمل كافة المنطقة. وهذه المنطقة طبعا هي ليست أوروبا، ليست الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا على مقربة من الشرق الأوسط، وأي حرب واسعة في منطقة الشرق الأوسط سيكون لها تداعيات كبيرة على أوروبا. هناك حديث آخر أيضا يعني
نلاحظه أو يجري في أو يتكرر خلال الأيام الماضية بأن خطة بنيامين نتنياهو اليوم بعد شعوره بالانتصار من خلال يعني مجموعة الاعتداءات والاغتيالات التي قام بها، شعور النشوة بالانتصار، بات يعني يحلم بأن يكون هناك سيطرة تامة على الجزء الشمالي من الجنوبي من الجنوب، أي ما بعد نهر الليطاني. الأوروبيين يحذرون من هذه المسألة بشكل خاص، وهم يقولون بصراحة بأن هدف إعادة المستوطنين إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن تأمينه حتى ولو دخلت إسرائيل إلى جنوب لبنان، لأن حزب الله له المقدرة التامة والكاملة على إصابة إسرائيل وعلى إيذاء إسرائيل من آخر الأراضي اللبنانية. وعلى هذا الأساس لا يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو يبحث اليوم عن إعادة المستوطنين إلى الشمال أو عن يعني تحجيم كما يقال هنا، تحجيم حزب الله والمقاومة اللبنانية، إنما يبحث عن الاستعمار، عن السيطرة على الأرض وعن تدبير الجنوب اللبناني، ويريد السيطرة على الجنوب اللبناني، المنطقة الغنية بالمياه، المنطقة الغنية بالتربة، وهذا حلم إسرائيل دائم. لكن يحذرون الأوروبيون يحذرون بشكل تام من إقدام بنيامين نتنياهو على هذه الحرب، ورأينا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية كيف كانت المواجهة على الحدود بين المقاومة وبين جنود الاحتلال. صحيح أن هذه المناوشات لا تزال محدودة جدا، ولكن أظهرت المقاومة بأنها مستعدة للاحتمالات كافة وخصوصا المواجهة البرية. إذن هكذا هو المشهد أيضا مشاهدينا على مستوى هذه المواقف التي أطلقتها مجموعة الدول السبع كما فصلها لنا الزميل موسى عاصي. سأشكر الزميل علي جزيني محلل ميدان لشؤون الأمن القومي الذي كان معنا في هذا الجزء من هذه التغطية على أن ينضم إلينا أيضا تباعا كما عودناكم في هذه التغطية المفتوحة من الميادين. وينضم إلينا الآن الزميل منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن لنطلع منه على آخر تطورات الموقف الأمريكي، خاصة منذر فيما يخص التهديد الإسرائيلي بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، لأن واضح حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصرح بأي شكل من الأشكال بأنها ترفض مثل هكذا رد إسرائيلي، لأنها كما عبرت خلال أشهر طويلة لا تريد أن ترى توسع لهذا الصراع، إنما تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والحديث عن دراسة خطط مشتركة من أجل أن يكون الرد مدروس. بالنسبة لواشنطن، ما الذي تعنيه عندما تتحدث عن رد مدروس، وماذا أيضا عن موقفها إزاء آخر تطورات المشهد في المنطقة؟ واشنطن يعني على لسان الإدارة بكان بايدن أو الخارجية أو البنتاغون يتحدثون عن الرد تناسبي، أنهم يبحثون بشكل مشترك الرد الإسرائيلي. ولكن في نفس الوقت انتقل بايدن من القول أمس بجواب بأنه هل هناك موافقة توافق على ضرب إسرائيلية استباقية للمنشآت النووية الإيرانية، ذكر كلمة واحدة لا. اليوم ذكر أنه لن يكون اليوم رد إسرائيلي، ونحن نتشاور معا حول طبيعة هذا الرد مع الإسرائيليين، ولكن في نفس الوقت حتى الآن لم يتحدث مع نتنياهو. يعني كان يفترض وفق نوع من الانطباعات والتوقعات أنه بعد الضربة التي استهدفت الكيان الإسرائيلي أن يتصل الرئيس للاطمئنان للتشاور، ولكن ترك هذا الأمر لكبار معاونيه، إن كان وزير الدفاع، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي، رئيس هيئة الأركان إلى آخره. هؤلاء يعني يناقشون. طبعا كان هناك أيضا عدم نفي أو موافقة أن الرد الإسرائيلي قد يتضمن ضرب المنشآت النفطية، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة أمر حساس، بما معنى أن هناك بعض الجماعات في الداخل الأمريكي تعتقد وتطلب ضرب المنشآت النووية، أن هذه فرصة سانحة، والأمر الآخر ضرب الاقتصاد الإيراني، بأنه المطلوب هو ضرب الاقتصاد الإيراني الذي يمكن إيران من، خاصة الطاقة والنفط، الذي يمكن إيران من أن تستكمل تصنيعها العسكري للصواريخ والمسيرات وتستكمل برنامجها النووي. ولكن حتى الآن لا يزال الموقف الأمريكي وفق التسريبات،
والتسريبات تأتي من الكيان الإسرائيلي، ونلاحظ أنه في الكيان الإسرائيلي تتراوح المواقف من القول أن الأمريكيين يحاولون تقليص حدود الرد الإسرائيلي إلى مستوى تأجيله أو تأخيره بسبب الأعياد وبأسباب أخرى. ولكن لو أخذنا موضوع أن بايدن قال ليس هناك من ضرب اليوم، هذا يكفي لاتهامه بأنه هو ضالع في عملية الضربة، بمعنى أنه يعني هو متهم الآن، لأنه أنت لماذا تقول بأن كأنك تتحدث عن الكيان الإسرائيلي؟ لأنه دائما أيضا وفي التصريحات التي صدرت اليوم يقولون أنه هذا أمر سيادي للإسرائيليين، هم يقررون كيفية الرد ومتى الرد، ولكن في نفس الوقت هو يقول ليس هناك من رد اليوم. طب أنت تعلن هذا الموقف، هذا يعني أنك على علم، أو أنك إن كان من حيث التوقيت، من حيث طبيعة الرد ومكان الرد، على الأقل أنك تتشاور وأنك تمون على الكيان الإسرائيلي إن صح التسمية، بأنك تعرف بأنه لن يضرب اليوم، بمعنى أنك هذا ما تقول له أنه تمهل إلى آخره، لم تنضج بعد. ولكن منذر، هل هناك ما يضمن هذا الكلام الأمريكي، خاصة في ظل حديث عن اتفاق بين نتنياهو وترامب على تهيئة الأمور ودفعها في المنطقة بطريقة تخدم دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة وتاليا؟ ألا يمكن أن تقدم إسرائيل على عمل ما من أجل إظهار بايدن بمظهر يعني الذي لا يعرف، أو بأنها لا تحترمه، انطلاقا من أنه نتنياهو يريد أن يخدم ترامب؟ يعني حتى الآن ما أقدم عليه نتنياهو من كل تجاهل للرغبات العلنية لنقل، بما فيها موضوع وقف إطلاق النار ل 21 يوم في لبنان، هذا يشكل إهانة كبرى للولايات المتحدة، وبالتالي بالتأكيد إشارتك إلى موضوع أنه نتنياهو يلعب لعبة ترامب أو يحاول خدمة ترامب في استمرار وعدم التوصل إلى اتفاق من الآن حتى الانتخابات الأمريكية، هذا أمر معروف. ولكن هذا هروب للأمام، لأنه صحيح أنه قد يؤذي، وبالتأكيد سيؤذي المرشح الديمقراطي يعني كاميلا هاريس، ولكن ليس مضمونا حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق، لأنه تقليديا السياسة الخارجية أو موضوع دعم إسرائيل لا يقدم ولا يؤخر، لأنه الإدارة تقدم كل شيء، وهناك في الداخل في اليهود الأمريكيين الذين يصوتون عادة هم يخشون على الكيان الإسرائيلي من نتنياهو نفسه، من مغامرته، رغم أنه في لحظة ما في الفترة الأخيرة بعد يعني عمليات الاغتيالات واغتيال خاصة القادة واغتيال سماحة السيد نصر الله، أنه كان هناك نوع من الانتعاش في مجددا. الآن اعذرني منذر على المقاطعة، مجددا غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في هذه الأثناء، هي غارة جديدة، نحن نتحدث عن 4 غارات خلال دقائق قليلة، حوالي 20 دقيقة، هناك هذه غارة رابعة الآن على ضاحية بيروت الجنوبية، استمعنا لصوت الانفجار قبل لحظات من الآن. اعذرني منذر، أيضا يجب أن أذهب للدكتور ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق ومعنا من موسكو. دكتور ألكسندر أهلا بك معنا في هذه التغطية، موقف روسي لافت إن كان من خلال زيارة لافرنتييف إلى طهران وحديث لافرنتييف من طهران، أو إن كان من خلال تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي قال بأننا قلقون إزاء إشارات إسرائيل المتصاعدة لمهاجمة إيران ونرفض مهاجمة منشآتها النووية ولا يمكن التشكيك بوضع إيران خالية من الأسلحة النووية. لماذا هذا القلق روسيا؟ وهل لدى روسيا، لدى موسكو شكوك بأن إسرائيل قد تقدم على مهاجمة مفاعلات نووية في إيران حتى تحذر من هذا الموضوع؟ صحيح أنه نحن في روسيا شايفين أنه بعد فشل المشروع الأمريكي تطبيع الوصول إلى نوع من التسوية من خلال تطبيع، فانتقل إسرائيل انتقلت إلى تصعيد الأوضاع في كافة المجالات في كافة الجبهات، وقال هذا المسؤول العسكري الإسرائيلي يعني 7 جبهات، معناته كأنهم يريدون توسيع دائرة الاشتباك مع القوى المجاورة أو دول المجاورة
إلى أبعد الحدود دون أي تحفظ، وبأشكال متنوعة وأشكال أخطر فأخطر. فبالتالي أنه من المتوقع أن بصير الوصول إلى أعلى الدرجات حسب القدرات الإسرائيلية. فبالتالي من هنا القلق الروسي ونشاطات الروسية في كافة المجالات لعدم وقوع هذا التطور الخطير التي قد تهدد الأمن في هذه المنطقة ككل وحتى أوسع من ذلك. فالأسف الشديد أن أجواء الدولية تشجع على إيجاد القواسم المشتركة في إطار المجتمع الدولي لمنع وقوع هذا التصرف. ومعروف أن إسرائيل تعتمد على الدعم والتأييد الأمريكي رغم بعض خصوصيات هناك، ولكن الموقف الأمريكي واضح الدعم والتأييد. فبالتالي أنه على روسيا إيجاد الطرق سياسيا لحشد أكبر ما يمكن من القدرات المجتمع الدولي، الأكبر ما يمكن العدد الدول ضد هذا التصرف، ومن خلال أيضا تقديم المساعدات، وهلا لبنان وصلت مساعدة، ومن خلال تطوير التعاون مع الأطراف محور المقاومة. والآن الأفق واسع، التعاون تطوير التعاون خاصة مع إيران. طبعا لدينا التعاون مع سوريا مثلا، هذا شيء معروف تقليدي وفعال، ومع إيران خطوة الصفحة الجديدة، ومن المتوقع توقيع المعاهدة الشراكة الاستراتيجية قريبا جدا أثناء القمة، ربما أثناء القمة في كازان لمجموعة بريكس. فلذلك هناك تمهيد لهذا الاجتماع. وطبعا وفقا لتطورات الأوضاع هناك زيارات والتواصل الروسي الإيراني، وزيارة يلفت للنظر زيارة رئيس الوزراء ميشوستين وبحث القضايا التعاون المشترك الاقتصادي في عدة مجالات، وكذلك زيارة لافرينتيف الذي هو معروف كخبير في شؤون الشرق الأوسط وجهوده في سوريا ومسار أستانا والعلاقات مع إيران معروفة، وهو مختص بالقضايا. دكتور ألكسندر، يعني لم يكتفي بالحديث عن العلاقات الثنائية الإيرانية الروسية، ذهب بعيدا عبر الدفاع عن الرد الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي، كان هذا موقف سياسي واضح. نريد أن نعرف منك هنا عن دور روسيا، لأنه كما تتابع دكتور ألكسندر وحضرتك كنت سفير روسيا في لبنان، ونشاهد أيضا الأرزة من خلفك تضعها في هذه المكتبة، هل من الممكن أن يكون هناك دور روسي محتمل إذا تصاعدت التطورات في المنطقة في ظل هذا التوتر المحموم الذي نشاهده وفي ظل استفحال العدوان الإسرائيلي؟ هل سيكون هناك دور روسي ما، أم أن انشغال روسيا في أوكرانيا سيمنعها من ذلك؟ أول شيء أنه طيب الموضوع الأوكراني هذا مهم جدا، ليس فقط لموضوع الصحة الأوكرانية بل إجمالا للعلاقات الدولية وتوجه نحو تعددية الأقطاب. وهذا طويل الحديث، طويل عريض عن أهمية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لترتيب الأمور في العالم كله. ولكن بطبيعة الحال هذا الموضوع الاستراتيجي وطويل الأمد، وهو سوف يؤثر على إيجاد التسوية للنزاع العربي الإسرائيلي في المستقبل. اليوم هناك الأهداف ملحة
بالمنطقة هذه. فما هي الإمكانيات الروسية؟ أنا تحدثت عنها. أولاً أنه سياسياً نحن نريد توحيد الجهود الأكبر ما يمكن من عدد الدول التي تشارك الآراء الروسية وتؤيد الموقف موقف الدول التي ترد على الهجوم الإسرائيلي والتي تقف ونحن نقف ضد هذا الصعيد الإسرائيلي ومحاولات فرض الإرادة. وبطبيعة الحال هذا القصف واغتيالات والتدمير المنشآت المدنية تؤدي إلى ضحايا وإلى آخره، كل ذلك يتطلب موقف سياسي روسي على أولا. الشيء الثاني الموقف التأييد والدعم في مجال تطوير التعاون الفني العسكري مع الأطراف المعروفة، ولدينا هذا التعاون مع سوريا معروف كما قلت، والآن كما نحن نقول أنه التوجه واسع في تطوير العلاقات مع إيران في كافة المجالات. هذه أما الإمكانيات الروسية، أما الجهود الدبلوماسية فنحن نبذلها دائما في مجلس الأمن، ولكن الموقف الأمريكي يعرقل كل هذه الجهود. وكم مرة الأمريكان أسقطوا مشاريع القرارات لوقف إطلاق النار والتصرفات حتى اليوم حتى هذه اللحظة للأمريكان وحلفائهم في الغرب تدل على أنهم لا يريدون أن يمنع للتصرفات الإسرائيلية رغم تصريحات خجولة ضروري حل دبلوماسي، ولكن التصرفات عملية للدول الغربية غير ذلك. نعم نعم دكتور. هنا بما أن الدكتور ألكسندر زاسبكين تحدث عن الاتفاق بين روسيا وإيران، موسى من المعروف أن أوروبا عادة كانت تتحسس عندما يحصل نوع من التقارب بين روسيا وإيران، خاصة بالمواضيع ليس فقط العسكرية حتى الاقتصادية، لأن الأوروبيون يعتبرون بأن إيران ربما هي سوق كبير ويمنون النفس أيضا دائما بأن يكون لهم حصة في السوق الإيرانية. انطلاقا من هنا، هل يمكن أن تؤثر الاتفاقية التي تحدث عنها قبل قليل الدكتور ألكسندر زاسبكين بين روسيا وإيران إلى يعني كيف يمكن أن يكون أو كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار الوضع من وجهة النظر الأوروبية؟ بالنسبة لروسيا يعني نحن نلاحظ قراءتين. لا سؤال لموسى عاصي، تفضل. زميلنا موسى، عذرا دكتور. نعم عذرا سعادة السفير. نحن نتحدث عن قراءتين في أوروبا لهذه الاتفاقية التي يجري الحديث عنها بين روسيا وإيران. القراءة الأولى تقول بأن روسيا قد لا توقع هذه الاتفاقية في هذه المرحلة، لأن روسيا لا تريد أن توقع اتفاقية مع دولة قد دخلت ربما في حرب واسعة ومواجهة واسعة، ليس فقط مع إسرائيل إنما مع إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يدفع بروسيا إلى منطقة خطر لا تريد الدخول فيها، خصوصا وأنها تخوض حرب في الجبهة الأوكرانية. ولكن يبدو أن سعادة السفير زاسبكين قد أجاب على هذا السؤال بأن هناك يعني نظرتين مختلفتين أو قراءتين مختلفتين لدى موسكو، أن هناك فصل ما بين الجبهة الأوكرانية وما بين العلاقة الروسية الإيرانية. وهنا نعود يعني نذهب إلى القراءة الثانية الأوروبية التي تقول بأن من مصلحة روسيا أن توقع هذه الاتفاقية في هذه المرحلة، لأن إيران بالنسبة لروسيا هي حليف استراتيجي، وقد ظهر ذلك، وهنا أتحدث من وجهة نظر أوروبية، ظهر ذلك خلال الحرب الروسية الأوكرانية عندما وقفت إيران إلى جانب روسيا. والمعروف أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث دائما عن مد إيران لروسيا
روسيا بصواريخ ومسيرات وغير ذلك، بغض النظر كان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، ولكن هذه المعلومات التي تبثها الدول الأوروبية والصحافة الأوروبية. ومن هذا المنطلق نتحدث عن علاقة استراتيجية اليوم بين روسيا وبين إيران، وهذه الاتفاقية ربما توقع في الأيام القليلة المقبلة كما تحدث سعادة السفير. ماذا سيكون لهذه الاتفاقية من نتائج على أرض الواقع؟ بالتأكيد سيكون هناك قراءة مختلفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إسرائيل في مرحلة توسيع الجبهات وتوسيع الحرب، كان مع لبنان أو مع إيران، لأن وجود روسيا في هذا الخندق إلى جانب إيران بتوقيع اتفاقية شراكة، هذا يعني بأن هناك خوف لدى من يقرأ بالسياسة والاستراتيجية السياسية، هناك خوف من أن تؤدي هذه المعارك حاليا في منطقة الشرق الأوسط إلى ما يشبه الحرب العالمية الثالثة. نحن نتحدث اليوم عن خطر حرب إقليمية، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية ومن يساعدها في المنطقة ومن الدول الأوروبية الموجودة في البحر المتوسط، ومن الجهة الثانية إيران والحلفاء في لبنان واليمن والعراق. في حال دخلت روسيا على الخط وتحديدا تحت شعار هذه الاتفاقية، اتفاقيات الشراكة، فإن الأمر سيصبح في مكان آخر تماما. نعم، مع الإشارة إلى أن هناك غارة جديدة الآن على ضاحية بيروت الجنوبية مشاهدينا، نتحدث عن عدة غارات خلال مدة زمنية قصيرة جدا. زميلنا موسى عاصي، أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الميادين في جنيف على وجودك معنا في هذه التغطية المستمرة والمفتوحة. ورد خبر عاجل قبل قليل على شاشة الميادين مشاهدينا نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون، إذا لم أكن مخطئا في تصريح للميادين، إذا أمكن أن نعيد هذا العاجل زملائنا لكي نسأل عنه الزميل منذر سليمان، لأنه أيضا هذا كلام مهم في هذا التوقيت. مما جاء في هذا الكلام قبل قليل منذر، ما قاله المسؤول الأمريكي للميادين، المتحدثة عفوا باسم البنتاغون، قالت للميادين الأمر متروك لإسرائيل لتحديد المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق أهدافها من العملية العسكرية بلبنان. هذا ألا يتنافى مع ما كانت تصرح به الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة بأن الحل في نهاية المطاف على جانبي الحدود هو حل دبلوماسي؟ يعني بالتأكيد هي لا تزال تقول أن الحل دبلوماسي، ولكن هنا الإشارة بشكل واضح بأنه إسرائيل تتراجع قليلا في موقفها، لأنه عندما يتم القول بأنه إسرائيل إلى حد ما قالت للولايات المتحدة بأنها لن تصعد كثيرا، يعني مجرد النقاش حول هذا الموضوع يدل على أن المشاورات لا تزال قائمة، وأن لا يزال هناك موقف إسرائيلي تأمل الولايات المتحدة بأن لا يكون ردا واسعا وأن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك. يعني أهم شيء في هو مقدمة الجواب بأن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع مجموعة أو دولة في الشرق الأوسط وبضمنها إيران، يعني أنه هي ترسل إشارة بأنها لن تشارك في هذه الضربة. طبعا نحن لا نعلم كيف ستكون الأمور، بالإضافة إلى موضوع أيضا الحديث عن موضوع التوقيت، وكأن البنتاغون لديه رؤية في أن هذا الأمر سيتأخر. وعلى فكرة يعني عندما يصدر تصريح من البنتاغون وتصريح من الخارجية وتصريح من البيت الأبيض، نحن نحتار من هو التصريح الذي يجب أن نصدق أحيانا، أو من هو الموقف. دائما البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي هو الذي يكون في نهاية الأمر هو الأساس، فلا يشكل تصريح البنتاغون شيء جديد سوى التأكيد على أن المشاورات تجري بين وزير الدفاع الأمريكي وبين نظيره الإسرائيلي، وأن الأمور ليس هناك من قرار حتمي من حيث التوقيت أو من حيث طبيعة كيفية الرد. كنت أود، ولا أدري إذا كان سعادة السفير موجود، ويعني أتجاوز عبد الرحمن دورك قليلا موجود، وأن أنقل إليه سؤال هل ممكن ذلك؟ تفضل. إذا كان يسمعني أو أن تنقل إليه أنه هناك انطباع، هناك انطباع في الولايات المتحدة بأنه إلى حد ما تستفيد روسيا من توسيع الصراع في المنطقة،
وأن هذا الأمر لا يعني أن هي ترغب في أن يعني يستمر الصراع في المنطقة. وهناك تساؤل دائما حول أن ما هو مدى موقف روسيا في الموقف الدفاعي، في دعم الموقف الدفاعي لسوريا ولإيران في حال تعرضت لهجوم، بمعنى تزويد إيران وتزويد سوريا بالأسلحة المضادة، يعني ليس عملا عسكريا هجوميا إنما عملا دفاعيا، وخاصة إنه مؤخرا هناك هجمات من الكيان الإسرائيلي تستهدف مواقع قريبة من التواجد الروسي في سوريا. دكتور ألكسندر زاسبكين، استمعت لهذا الكلام من زميل المنذر، هو يسأل إلى أي مدى موسكو قد تدعم سوريا وإيران دفاعيا بمواجهة هذا العدوان. تفضل. نعم، إذا كان مطروح السؤال كأنه في حالة المواجهة العسكرية الآن ما بين روسيا وعملية الحلف الناتو الذي يشارك على الساحة الأوكرانية بسلاحه وبمستشاريه بالمعلومات وبكل أنواع الدعم والتأييد لنظام كييف، فبطبيعة الحال نحن بحاجة إلى تعاون مع الأطراف الدولية قادرة على التأييد والدعم روسيا سياسيا أو حتى عسكريا. من ناحية أخرى نحن نعتمد أكثر شيء على قدراتنا الذاتية، فلذلك الحسم العسكري هو مرتبط بدرجة أولى بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. من ناحية أخرى رفع مستوى التفاهم ما بين روسيا والخلفاء والشركاء في كل أنحاء العالم هذا الآن مهم جدا، لأن هذه المواجهة الروسية الغربية تتطلب التنسيق مع الدول الآسيا ومع الدول العربية التي تقف إلى جانب روسيا. وبطبيعة الحال الدول محور المقاومة من أقرب الدول الآن لروسيا، فلذلك نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية مثلا مع إيران. ولكن الحديث كأنه روسيا تستفيد من التوتر في الشرق الأوسط هذا على الأقل تبسيط الأمر وشوية تشويه النوايا الروسية التي بطبيعة تقف بشكل حاسم ضد التصرفات الإسرائيلية التي تؤدي إلى الضحايا من الناس الأبرياء الفلسطينيين واللبنانيين. فلذلك يجب أن نرى الفرق ما بين الاعتبارات الإنسانية وما بين الاعتبارات السياسية والتعاون العسكري الروسي. أظن أنه هذا يجب يكون واضح. وإذا كان مفتوح أي مجال لتعاون روسي حتى مع دول الغربية، للأسف هذا مغلق الآن، فإذا كان مفتوح ولو بشكل بسيط ونحن استفدنا للوصول إلى وقف إطلاق النار، وهذا معنى لكل التصريحات للمسؤولين الروسي ابتداء من رئيس بوتين والرئيس ووزير الخارجية لافروف ووصولا إلى لافرينتيف والآخرين. فأظن أنه من هاي الزاوية صورة واضحة للأهداف ومصالح الروسية. شكرا جزيلا لك دكتور ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق على وجودك معنا في هذه التغطية من موسكو، وشكرا جزيلا لك أيضا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن على وجودك معنا من واشنطن. الشكر الدائم والأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة هذه التغطية من الميادين المفتوحة والمستمرة
لتغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان والتصدي البطولي للمقاومة الإسلامية لمحاولات التقدم البري الإسرائيلية. هذه التغطية مستمرة عبر شاشة الميادين، عبر موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية، صفحات الميادين في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام للبث المباشر، عبر اليوتيوب الميادين لايف أو الميادين مباشر. وأيضا بإمكانكم متابعة الخبر العاجل في صفحة الميادين أو حساب الميادين في تطبيق التليجرام. تستكمل هذه التغطية عند رأس الساعة، لا تذهبوا بعيدا.